ما هي اتفاقية كامب ديفيد؟ هي اتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر، تم صياغتها سنة 1978 في المقر الرئاسي كامب ديفيد الأمريكي، ووقعت بشكل رسمي في 26 من مارس سنة 1979 في واشنطن من قبل الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر. كشاهد على الاتفاقية، وبموجب الاتفاقية وافقت إسرائيل على إعادة سيناء إلى مصر، وتم تنفيذ الأمر سنة 1982، وأيضا وافقت الدولتان على التفاوض بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمت التحركات الفعلية بهذا الشأن في التسعينيات فقط. تضمنت الاتفاقية ثلاثة أقسام وهي كالتالي: القسم الأول، هدف هذا القسم إلى الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وبمشاركة الأردن في بعض تفاصيل المفاوضات، وتم الاتفاق على أنه بعد أن يتم انتخاب حكومة رئاسية رسمية فلسطينية ممثلة من الشعب، كان يجب على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب في غضون 5 سنوات وأن يضمن الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام، سعيا لتحقيق الحكم الذاتي والأمن الشرعي في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل الحصول على حكم فلسطيني ذاتي. القسم الثاني من هذه الاتفاقية عبارة عن ملخص للاتفاقية بين إسرائيل ومصر والعلاقات الدبلوماسية بينهما، التي بموجبها وافقت إسرائيل على إعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، وبالمقابل سمحت مصر بوصول إسرائيل إلى الممرات المائية القريبة كقناة السويس. في القسم الثالث من اتفاقية كامب ديفيد، تضمن أن كل المبادئ يجب تطبيقها لجميع دول الشرق الأوسط في المنطقة. ونتج عن الاتفاقية أنه نال كل من السادات وبيجن جائزة نوبل للسلام سنة 1978، وعلى الرغم من ذلك لم ينل السادات الاستحسان على موقفه من قبل جميع العرب، حيث أنهم وصفوا المعاهدة بأنها سلام منفصل، وطردت على إثرها مصر من جامعة الدول العربية لعدة سنوات. وعلى الرغم من اتفاقية كامب ديفيد، تعتبر واحدة من أعظم الإنجازات الأمريكية التي سعت للسلام في الشرق الأوسط، إلا أنها همشت حقوق الدولة الفلسطينية عن طريق السماح باستخدام قضيتها كورقة مساومة بين مصر وإسرائيل، مما أدى إلى أن تصبح الضفة الغربية مقاطعة إسرائيلية فعلية من دون تحقيق السلام في الشرق الأوسط.